بسم الله كان هذا مشاهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ربنا جل جلاله: ادعوني أستجب لكم. ويقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. ونحن في هذا الفضاء الوطني الخالد الذي يخلد ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، نتوجه إلى ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ونقول: اللهم إنا نسألك النصر والتمكين والظفر والفتح المبين وصلاح الحال في الحال والمآل لسيدنا ومولانا أبي المؤمنين وحامي حمى هذا الوطن والدين جلالة الملك سيد محمد السادس. اللهم كن له الولي والنصير والظاهر والمعين. اللهم كن له الولي والنصير والظاهر والمعين. اللهم أعنه يا رب على تحمل أعباء المسؤولية. اللهم وفقه لكل خير وعين عليه. اللهم أصلح به وعلى يده. اللهم أيد في الخير في الخيرات والصالحات والمبرات والمنجزات وجهته، واعل في عبادك الصالحين منزلته، وأقر عينه بسمو يهديه الأمين جي مولاي الحسن، وأنبته يا رب نبات حسنا وسائر أبناء وبنات المسلمين، وشد أزر مولاي الإمام بشقيقه سمو الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد أسرته الملكي الشريفة وشعبه الوفي. كما أسألك يا ربنا أن تمطر شآبيب رحماتك ورضوانك على الإمامين المنعمين رائد التحرير وبطل الحرية والاستقلال مولانا محمد الخامس، ورائد البعث الإسلامي والوحدة المغربية، ومبدع المسيرة الخضراء المظفرة مولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما، اللهم احشر روحيهما وجميع أرواح المسلمين مع الذين أنعمت عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مولانا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا، وما عندك من خير طلبنا، فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخيب رجاءنا، وأعطنا سؤلنا فقد أعطيت الإيمان من قبل نسألك. وبحسن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.